القسمة الضيزة، قسمة ظالمة طول الوقت اللي كان يعملها الإخوان، قسموا المجتمع نصين. أرجع هنا بقى لأميرة العدلي، مسألة القسمة يا أميرة، وإزاي الإخوان حاولوا قدر الإمكان يقسموا المجتمع لنصين وأصناف، نص اسمه الأهل والعشيرة دول الإخوان، دول أصحاب الحظوة، والنص التاني بقية المصريين. وجوه المصريين يقعدوا يقسموا طول الوقت فيهم، وانت واحدة من الناس اللي عانت من ده وعانت من الاستهداف قبل 30/6، ولا زالت تعاني حتى من محاولات الاغتيال المعنوي طول الوقت يمكن لحد أسابيع قليلة ماضية؟ بص يعني انا مبدئيا انا مبسوطه وانا قاعده هنا، حاسه براحه غير طبيعيه، مع اني بعدي كل اسبوع وانا رايحه المجلس بعدي على ميدان التحرير، بس ما قعدتش في الميدان بقالي كتير قوي، بقالي سنين ما قعدتش في الميدان، فانا حاسه ان انا بستعيد ذكريات كل مكان هنا، لان كل مكان هنا ليه عندي ذكرى. انا اعتصمت في المكان ده وبت ايام في ميدان التحرير، يعني في ايام الاعتصام. خليني اقول لك ان التقسيمه دي بدات حتى من قبل الحكم. انت لو بصيت على البرلمان، فاول برلمان اتعمل في 2012، اعوذ بالله، شكل البرلمان كان عامل ازاي؟ ام ايمن وغيره، الحاجات اللي احنا كنا وقتها بنضحك وكنا واخدينها بضحك، بس كان ليها مغزى سياسي. الطريقه اللي كانوا بيتكلموا فيها عن المراه وقد ايه الحديه، وشكل المراه، ان المراه المصريه لازم يبقى شكلها كده واي نموذج اخر مرفوض. الميدان ده شهد مظاهره، يعني كانت قندهار، احنا كنا مسمينها جمعه قندهار، انت اكيد هتفتكر معايا، اللي كان مرفوع فيها الشعار بتاع اسلاميه وتطبيق الشريعه الاسلاميه. احنا كنا ماشيين وقتها في الميدان مرعوبين، احنا كنا معتصمين وهم جم عملوا الجمعه دي، انت كنت مرعوب تمشي. فكره انك لما تيجي تعبر عن رايك او لما تيجي تتكلم او حتى في اي اجتماعات بقى، ايام ما كنا لسه بنحاول تبقى في طرق نتكلم فيها مع بعض، انت رايك مرفوض، يعني رايي بقى كست بالنسبه لهم كان مرفوض. التيار اللي امثله كله كان بالنسبه لهم تيار كافر، انت بيتقال لك في الاخر احمدوا ربنا ان احنا ما بنقومش عليكم الحد، الليبراليين العلمانيين الكفره، انتوا علمانيين كفره، احمدوا ربنا ان احنا ما بنقومش عليكم الحد. ففكره انك حاسس طول الوقت بالتهديد، التهديد ده وصل بقى لترجمه ان فعليا لو ما كانتش حصلت 30/6 انا كنت هبقى من الناس زي طارق وزي زملاء كتير موجودين، انت كنت بيتقال لك انت محطوط على قائمه، انت هتكون من الناس اللي هنختلهم، يا اما هتكون في السجن، ما عندكش حل تاني، انت مش في حته تانيه. انت كنت بتخاف احيانا، انا بيتي كان وقتها في مدينه نصر، انا كنت عشان اعدي اروح مدينه نصر كان لازم التف حوالين الرابعه دي عشان ما حدش يلمحني، يعني انت كنت عايش في رعب حقيقي، معسكر ارهاب فكري، انت مش عارف تمشي في الشارع، انت حاسس ان انت مظهرك مش نفس المظهر، عندك رئيس بيطلع يقول ايه المشكله لو مات مليون واحد، يعني في خطاب من احد خطاباته وهو بيتكلم ايه المشكله لو مات مليون واحد، كان بيتكلم على المخطوف، يعني اللي هو العدد في الليمون، يموت مليون واحد بدم مش من اهله وعشيرته. احنا كنا وصلنا للهجه دي وللتهديد الصريح في التلفزيونات. انا اول مره، يعني انا بوصف دايما ان انا شخص قوي، انا اول مره عيط فيها كان في الاتحاديه، ما كنتش مستوعبه فكره ان احنا واقفين في ان انت واقف في مكان انت شايف ناس بتهجم عليك، مدنيين زيهم زيك بيقولوا لك انت كافر. استهدافهم كمان للستات كان استهداف قذر، يعني فكره ان هو ما كانش كان بيتعامل مع جسم الانثى بشكل قذر، مع يعني طريقه تحرش لفظي، تحرش جنسي، كانت حاجه في منتهى الاشمئزاز، اللي انت مش متخيل انه ايه اللي بيحصل ده. وعمال تفكر هو انت لو ما حصلتش بقى، يعني لما برجع بالزمن، هو لو ما حصلتش 30/6 اللي حصل قدام مكتب الارشاد في المقطم واللي حصل في الاتحاديه ليا والناس كتير، كان هيبقى واقعه عامل ازاي؟ احنا كنا هنمشي في شوارع مصر ازاي؟ كان شكلنا دلوقتي هيبقى عامل ازاي؟ انا شفت بنات بتتعلق على صور الاتحاديه، بتتضرب، انت نوع من العنف انت مش متخيل العنف اللي كان بيمارس عمل ازاي، عنف جسدي وعنف لفظي، وطريقه انه بيتقال علينا بقى كلام، يعني قول بقى من هنا للصبح. هم عندهم احتقار للمراه، يعني الجماعه جزء من ادبياتها وتكوينها الوجداني احتقار طول الوقت للمراه. بس بما انك انت ذكرتي لو ما كانتش 30/6 كان حصل فينا ايه،